مستشفى هنا ما فيش اي دكاتره خالص، مستشفى مكلف ملايين، قش عمله هنا وما فيش اي حاجه، وفي جهازات مش شارم الشيخ ما فيش الجهاز دي ماشي، وما فيش اي دكتور هنا ما فيش، كله يجي شهر ويمشي ويجي يومين ويمشي وما بيطلعوش من اوضتهم اصلا. مش دكتور اطفال يعني، بيكون موجود بس ما بينزلش من النوض بتاعته. قول لي حبيبي ايه اللي في بقك ده؟ غده. وبقالها قد ايه الغده دي؟ قديمه خالص، هو عنده سنه ونص. من هو عنده سنه ونص؟ قولي لي حضرتك انت جايه ليه النهارده تكشفي في القافله الطبيه؟ انا حضرتك جايه عشان اكشف اسنان وامراض جلديه، فاسنان ما بتبقاش موجوده بسبب مستمره في سانت كاترين، فحاجه يعني ايه فرصه بالنسبه لي ان انا اجي واكشف. نجري عاوز الدكتور دمويه لاجري، هنا ما فيش دكاتره يعني مخصصين لاي حاجه يعني صراحه، بس انتم من يوم تيجوا بتجنوا الصراحه، يعني بنكشف ونلقى علاج وكل حاجه. احنا بنبقى مبسوطين طبعا ان الطفله جايه. تسلمي، ده واجب علينا يعني، احنا بنحبكم تجوا على طول. ربنا يخليكي، احنا اللي بنحب نبقى هنا على طول. الله، انتوا كشفتوا ولا لسه ما كشفتوش؟ لا كشفنا الحمد لله، وعملت تنظيف و تمام. وفي اي ادويه او اي حاجه اتصرفت لكم؟ اه في علاج بيتصرف طبعا، بناخده من غير فلوس ومن غير تذكره مجانا. ده بقول حضرتك ده واجب علينا. الله يخليك. طيب انت لو هتطلب حاجه من وزير الصحه هتطلب تقول له ايه؟ اطلب يزوره هو يحدد. انت اصلا من جنوب سيناء؟ اه من جنوب سيناء سانت كاترين. يعني انت مولود في جنوب سيناء؟ ايوه جنوب سيناء سانت كاترين. لا علي صوتك. سانت كاترين. تمام. ايوه جنوب سيناء. ايوه. اسم الكريم ايه بقى؟ محمد سالم عطيش. لو قلت لك ارمي نفسك من فوق الجبل اللي هناك ده عشان خاطر مصر، تعمل كده؟ اعمل كده ما اعملش ليه؟ ومصر تفوق يعني تمام؟ اعمل ايه؟ شخص واحد من 90 مليون مش هتفرق يعني. بس تعدل مصر وتصير تمام زي الفل. الحاجات اللي اتفاجئنا بيها انه واحده صغيره ست كانت حامل وكانت بتولد، فالبيبي طلع نزل بالعكس، فالدكتور جات المستشفى، جات الدكتور بيولدها فبدا يشد بالعكس، مهم ما ينفعش طبعا الولاده، راحوا واخدينها على الطور بحالتها دي والبيبي براها، طبعا البيبي مات، وهي شخصيا حصل لها مشكله انها ما بقتش بتخلف تاني، فطبعا دي ماساه انسانيه يعني موجوده في المنطقه النائيه دي، لان ما فيش مكان قريب، ما فيش دكاتره موجودين في المستشفى ينقذوها او يولدوها بالطريقه المظبوطه. ما فيش دكتور عيون، ما فيش دكتور اسنان، ما فيش دكتور نساء. انت تفسر الشكوى دي بايه؟ هو فعلا في نقص في تخصصات كتير هنا في المستشفى، وهنا المستشفى شغال على اغلب شغلها على التخصصات الاساسيه اللي هي زي البطنه، الجراحه، الاطفال والنساء ما بيبقوش متوفرين في بيجوا تبع القوافل. تمام، لما يبقى في قافله طبيه والقوافل مستمره يعني اسبوع قافله، الاسبوع اللي بعديه في قافله تانية وهكذا. سام حسين دي القافله الرابعه والاخيره يعني في سانت كاترين. ليه الاخيره؟ لان احنا لينا هدف، احنا مش بنعمل عمل خيري، احنا مش بنيجي نعمل قافله نقدم للناس علاج وخلاص، لان كده هنفضل في نفس المنطقه دي، العلاج المرضى مش هيخلصوا وهيفضل الرعايه الصحيه متدنيه، وبالتالي احنا مواردنا هتخلص، وبالتالي ما انجزناش اي حاجه. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنروح منطقه لفتره معينه بنحددها، بنعمل دراسه حاله للمنطقه وبنقدم مقترح للسلطه التنفيذيه بإزاي نطور الرعاية الصحية في المنطقة دي خلال فترة وجيزة وبصورة ملموسة وبأقل تكاليف ممكن، وده بيبقى ممكن، العلم بيقول إنه ممكن نعمل كده، وبنقدم له المقترح فعلا لسيادة وزير الصحة ومع أعضاء مجلس الشعب اللي هنا في المنطقة ومع أعضاء مجلس الشعب تانيين، بنحاول إننا نضغط عن طريق لجنة الصحة في مجلس الشعب وعن طريق الإعلام وعن طريق النشر في كل حتة، نقول إن ده مقترح قابل للتنفيذ وبالتالي لازم تنفذوه في كاترين. طب قول لي المايه دي جايه منين؟ دي جايه من وادي الاربعين. تعالى تعالى تعالى. جايه من وادي الاربعين. المايه دي جايه من وادي الاربعين؟ اه. دي مايه بير يعني؟ اه دي. المايه دي صالحه للشرب؟ احسن من المعدنيه. دي احسن من المايه المعدنيه؟ اه وحللوها. تمام. طيب وانتوا بتشربوا منها هنا؟ كل البلد بتشرب منها مش احنا. دي مشكله اسنانهم؟ اوكي؟ بسبب نتيجه زياده الفلورايد في الميه. بيحصل حاجه اسمها فلوروزس، ان السنان بتبتدي الاول تبقع بقع بيضه زي دي كده، بعد كده البقعه دي بعد فتره بتبتدي تتحول بني زي كده. هو دواء شرب
بس حلهم بسيط وهتاخد له علاج يريحك، بس هو اهم حاجه تاخد بالك منها ان الاكل بتاعك ما يبقاش سمين قوي. خلاص Franchement, moi je suis très enthousiasmé par votre organisation parce que chez nous ça ne se passe pas du tout, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et encore mais, si Dieu existe. Mais pourquoi ça ne se passe pas du tout chez vous en France? Parce que je crois que l'Orient a beaucoup à, on a beaucoup à apprendre de l'Orient. حطه واقف اللي انت الاحمر ده حطه واقف في واحد كبير اهو كده مش معنى انا كاش المره الجايه 6